كما تشوفون في اقليم بلديه سيامه بتوجيهات من السيد من السلطات العليا وعلى راسهم السيد الوزير الاول اللي هو يتابع في الوضع ساعه بساعه. اليوم انا فعلنا مخطط الحرائق وجمعنا جميع الامكانيات البشريه والماديه لمكافحه هذه الحرائق اللي صعبت المهمه تاعها الرياح زائد الحراره المرتفعه. كذلك بعض الولايات ساهمت معنا بشاحنات وباعوان. لحد الان الظروف كل الحرائق متحكم فيها بنسبه كبيره. الحمد لله كذلك انه ما سجلناش خسائر في الارواح باستثناء بعض الاختناقات اللي تم التكفل بها وتحويلها الى المستشفيات القريبه من زيامه. الشيء اللي نجم نقوله كذلك شكر جزيل لشباب بلديه زيامه اللي راهم يكافحوا معنا هذا الفلي وهذا. انتم راكم تشوفوا معنا بمجرد ما نقضيو على بقعه تاع نيران تعاود تشعل بحكم الحراره القويه اللي راهي كاينه ثم قوه الرياح اللي صعبت علينا حتى استعمال الطائرات في هذا المجال اللي راهم موجودين اليوم على مستوى المطار بجايه ومطار جيجل في انتظار تحسن الظروف باش ينطلقوا في العمل تاعهم الجوي. شكرا.